نعمل سلطة التين محتاجين جرجير وتين، جبنة حلوم أو أي نوع جبنة تاني أنتوا بتحبوه، محتاجين أي مكسرات لو تحبوا، مش حابين مفيش أي مشكلة خالص. عايزين ممكن نحط إيه؟ ممكن نحط عليها مشروم، ممكن نحط لو عندنا مشروم اللي أنا لسه مرجعاه ممكن نقطعه. إيه ده؟ إيه ده؟ أنا إيه ده؟ أنا طلباتي مجابة يا ولاد. مشروم أهو، ممكن نحط لها مشروم. وممكن إيه تاني؟ ممكن طماطم من عند شاري توميتو، هحط لكم كمان شاري توميتو. فابدعوا، انا بحب التين قوي وبحب الجبنه، فجبنه وتين مع بعض فظاع، والجرجير بقى احلى حاجه. مش كل السلطه سلطه خضر، يعني مش معنى ان احنا هنعمل سلطه فاحنا هنعمل سلطه خضرة بس نقطع خيار وطماطم وبتاع، لا ده احنا ممكن نحط زي ما عملنا قبل كده في سلطة المانجا، ونحط تين، نحط رمان. اليومين دول يومين الرمان، فحاجة جميلة جدا. دخلوا الفاكهة، التفاح الأخضر زي ما بنحطه دايما، بحط في سلطاتي حبة حركات كده، وزبيب. يلا بينا، دي كده سلطة هنرصها، نرصها جنب بعضها كده. يلا نحط كده التين مثلا، نحط مشرومز. المشروم بيتاكل ني على فكرة، مفيش مشكلة خالص. اللطيف بقى ان احنا هنعمل ايه في الدريسنج، هنحط تين، هنحط من مربة التين في الدريسنج. نجيب كمان شوية من الطماطم التشاري توميتو اللي عندنا دي، عندنا شوية طماطم شاري كده قاعدين هناك مش بيعملوا أي حاجة، ينورونا الدنيا بالشكل ده. وادي المشروم والجبنة، جبنة الحلوم ممكن نشويها وممكن تبقى زي ما هي. انتوا متخيلين بقى الأكلة دي عاملة ازاي؟ الفكرة نفسها، يعني لو أنا قاعدة كده عندي شوية جبنة وجرجير وتين وشوية الحركات دي، أنا هبقى كده محتاج إيه؟ مش محتاجة أتغدى أصلا. ادي عين الجمل، اللوز، وبعدين هنحط عين الجمل. ده لو احنا بنحب المكسرات مع السلطة، عشان في ناس مش بتحب تماما. نحط التين كده، انا من محبي التين المجفف والفريش واي نوع تين. فاكهة الموسم لازم ناكلها، اي حاجة في الموسم ربنا خلقها بتنزل في الوقت ده لازم نهتم ان احنا ناكلها، لان اكيد في سبب لوجودها. يعني انا دايما بقول كده الحقيقه، انه ربنا دايما خالق كل حاجه في مكانها. ممكن ناخد بشر برتقال، بشر الجبنه، تعالوا كده بشر حبه جبنه بارميجانو بالشكل ده، ونعمل الدريسنج سريعا. بصوا الدريسنج ده لذيذ ازاي، شويه من زيت الزيتون كده على الخل البلسمك طبعا. يلا بينا، على المستردة، على ايه بقى؟ دايما بحط ايه؟ بحط عسل. المرة دي بقى مش هنعمل كده، المرة دي هحط مربة التين اللي احنا عملناها. يلا بينا، هنحط بس اخر حبة كريمة عشان الناس دي تعرف تستوي كويس.
تعالوا نجيب معلقة وناخد من مربة التين، تينية صغنونة كده، وإيه نهرسها. بصوا والله مروان جلاسي يا ناس، وتدي طعم مع الدريسنج. ناخد شوية كمان من الشربات بتاعها ده، حبة صغيرين. بصوا خلى الدريسنج عامل ازاي، حبة ملح وحبة فلفل اسود. الدريسنج تقيل اهو كده. انا عايزه التقل ده، طعم الخل البلسمك مع التين دلوقتي بقى خطير، وزيت الزيتون والمسترد. يلا بينا نحط الدريسنج كده من غير بقى ايه ما نبوظ الالوان. حاول ايه نحط القليل والقليل كده من كل حاجه، ونحط شويه على المشرومز عشان نعرف نصورها برضو. يلا بينا نحط السلطه هنا.